اجتمع السيد محمود توفيق وزير الداخليه مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الامنيه بمواقعها عبر تقنيه الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجيه العمل الامني خلال المرحله الحاليه ومتابعه خطط تامين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينه شرم الشيخ في بدايه الاجتماع اعرب السيد وزير الداخليه عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطه في شتى مجالات العمل الامني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التمونية واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وتابع السيد الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موجهاً سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة، وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية. لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الامني وفي نهايه الاجتماع اكد السيد وزير الداخليه على اهميه مراعاه البعد الانساني لدى التعامل مع المواطنين اثناء تنفيذ الخطط والاجراءات الامنيه والتصدي الحاسم لكل ما يمس امن وسلامه الوطن والمواطنين وفقا للاطر القانونيه معربا عن ثقته في رجال الشرطه وقدرتهم على تنفيذ المهام المكله اليهم